السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم كده بخير إن شاء الله. هنتكلم مع بعض النهاردة في سيكشن على تقطيع الحديد وتصليح الكاميرات إن شاء الله. هنتكلم في سيكشن النهاردة يا شباب بقى على الفورس ميتنج كروس سيكشن، ولا الحديد الموجود داخل القطاع نفسه بإيه هو، وبقى عبارة عن إيه، المين، السكند، شرينكج، ستيرب. وبعد كده هنتكلم على تقطيع الحديد بقية المومنت أوف ريزيستنس. ايه هو المومنت اوف ريزيستنس ودي بنقطع الحديد. وبعد كده هنتكلم على كات المنت يوزنج امبيريكال ميثود. بعد ما هنتكلم على الفريق المومنت اوف ريزيستنس هنتكلم بطريقه امبيريكال اللي موجوده في كود التفاصيل، كود المصري، وهناخد نماذج زي السيمبل بيم والبيم موس كانتليفر والبيم موريس بيم. طيب هنيجي نبتدي باول حاجه اللي هي رينفورسمنت اند كروس سيكشن. ايه هو الحديد اللي بيبقى موجود معايا في القطاع نفسه، يعني اقطع كاميرا ايه الحديد اللي موجود فيه. فهتلاقي عندك ده كده شكل التقفيصة بتاع الحديد، بيتكون من حديد رئيسي اللي هو الاريا ستيل اللي هي المين، وده بتبقى ناتجة عن اللزوم اللي انت بتعملها ديزاين. ويبقى عندك حديد علوي، وده بيبقى اوقات مثلا بيبقى اما كومبريسيف ستيل ده اللي هو ناتج اللي هو حديد الضغط، او ستيرف هانجر ده بيبقى استفادته ان هو يعلق الكنس. يبقى عندي حديد تاني في الجناب كده ده بستخدمه عشان اقلل الانكماش والشرين كجبار. وبقى عندي الكنس طبعا هي بتشيل الشير والطرشة. ده شكل القطاع زي ما قلنا، تحت هنا هتلاقي الحديد الرئيسي، وده نتيجة إن ده قطاع في سيكشن. فالحديد هيبقى في المنطقة اللي تحت اللي هو ناحية الديل السفلي، ده حديد رئيسي. فوق زي ما قلنا إما هيبقى حديد اللي هو في منطقة الضغط لو بيشيل ضغط معاه، ولو ما كانش ده طبعا بيبقى في قطاع الريكتانجلر بس، ولو ما كانش بيبقى طبعا بستخدم اللي هو الستيرا فانجر، بيبقى من 10 ل 20% اريا ستيل اللي عندي او 2.12 يوم. الجناب هنا اللي هو الحديد الجانبي اللي على القطاع بتاع الكاميرا بيبقى ايه، شرينكج بار. الشرينكج بار ده بيبقى 2 في 10 كل 30 سنتي، في حين ان القطاع ده اللي هو السكنس بتاع القطاع يعدي اكبر من 70 سنتي. طبعا هنا ده بالنسبة لي ده حديد الكنات، وزي ما قلنا ان هو المينيمم بتاعي حتى لو القطاع لوحده هو اللي هيتحمل الشير، بحط 5 فايت. نيجي نبتدي بأول حاجة اللي هو الـ ستيل المين. ده طبعا بيبقى قلنا حديد رئيسي بقى موجود ناحية الشد، وباخد في اعتباره وانا برص الحديد ده كذا شرط. اول حاجة ان انا ممكن ارص الحديد ده على 3 صفوف. 3 صفوف ده يعني ايه؟ انا عندي القطاع كده مثلا بالنسبة لي، فابتدي انا احط هنا حديد مثلا، ده كده بالنسبة لي صفر. بعد كده اجي احط حديد هنا تاني، ده كده بالنسبة لي صفر، واجي احط حديد هنا تاني، ده كده صف. يبقى كده بالنسبة لي دول 3 صفوف، ده صف تاني تالت. مينفعش أحط إيه 4، ده ليه علاقة بإن أنا كل ما أكتر الأريا ستيل بالصفوف بتاعتها أقلل النيوترال أكس هيطلع لفوق، فأقلل قيمة الإيه؟ خرسانة الشيل الضغط. أقل عدد الأسياخ في الصف الواحد 2، بمعنى إن أنا مثلا عندي ده كده، ده القطاع وده الكنس بتاعتي، مينفعش أحط سيخ واحد بس هنا، يبقى أقل حاجة 2 اللي هو الزاويتين بتوع الكنس. اكبر عدد اسياخ ممكن اوضعها في الصف الواحد، معنى ايه؟ يعني مش معنى كده ان انا مش هاجي ارص هنا اي كميه حديد، لا، انا ليه عدد معين، وده بحسبه من المعادله دي اللي هي بيقول لي ان بيساوي 2 على 25 على فايدة 25، دي هنا اللي هو عرض القطاع اللي هو البي ده، وعوض هنا بالملي بيطلع لي رقم. الرقم ده بقى باخده بقربه للاصغر، يعني مثلا زي مثلا هنا اسياخ مثلا 5 22 مثلا 25، يبقى انا كده اكبر عدد اسياخ ممكن ارص انا في بي بتاع القطاع هم 5. وحاجة تانية ممكن أقول المسافة هنا بين السيخ والسيخ لازم يبقى في بينهم مسافة سيخ تاني، أو أكبر مقاس اعتباري من الركام المستخدم بلس 5 مللي. طيب عند الرص طبعا بتلاقي إيه، بيراعى السيمترية. مثلا لو جينا خدت السنسر بتاع الكاميرا كده بتاع القطاع هلاقي إن في سيمترية في التوزيع، يبقى ده حاجة لازم أخد بالي منها وأنا إيه شغال. ده جدول الاريا ستيل اللي انا بطلع منه الاعداد، بمعنى ايه؟ انت لما جيت اشتغلت وعملت ديزاين وطلعت الاريا ستيل اللي هي المفروض تحمل الهجوم اللي موجود عندك على القطاع، كنت بتطلع بالسنتيمتر ايه؟ سكوير. طيب انا دلوقتي عايز، هل انا احط قطاع اريا سنتيمتر سكوير ولا احولها لعدد؟ بحولها لعدد. بحول العدد ازاي؟ ده بناء على انت شغال، احنا قلنا اقل قطر ممكن استخدمه في الكاميرات هو 12،
يبقى سي مثلا تلاقي لي محتاج 8.5 سنتيمتر مربع، يبقى 8.5 سنتيمتر مربع أنا عايز أستخدم فاي 12، يبقى فاي 12 أنا هشتغل وهاجي هنا مثلا أدور على 8.5، هلاقي هنا تقع بين الاتنين، يبقى أنا هستخدم 8 فاي 12، أو ممكن أزود قطر هستخدم قطر فاي 16، يبقى لو أنا قلنا هنستخدم قطر 12 يبقى أنا هستخدم 8 فاي 12. طيب لو أنا هستخدم فاي 16 يبقى أنا هستخدم، احنا قلنا هستخدم 8.5 يبقى أنا هستخدم 5 فاي 16. أو لو أنت هنا مش عايز تشوف الأعداد ده، أنت يا دوب بس بتعرف مساحة السيخ الواحد من العمود ده، تبتدي تقسم عليه. يعني مثلا احنا قلنا 8.5، تقول 8.5 على، لو أنا عايز أشتغل على قطر 12 هقسم على 1.13، هيديك رقم بتقربه للأعلى. يعني مثلا 8.5 على 1.13 هيطلع لي 7.5. 7.5 ده كعدد أنا هاخده من 8، ده اللي طلعلنا فين؟ كده. وهكذا بالنسبة لأي حاجة أنت عايز تحسب لها الـ RSI بتاعك. نيجي على تاني حاجة اللي هي الـ RSI اللي هي الـ Compressive Steel. وقلنا ده Compressive Steel ده اللي هو منطقة الضغط، وده أنا بستخدمه قلنا في قطاع الريكتانجلر. طيب الـ RSI Maximum Dash ده اللي هو أقصى RSI ممكن أستخدمه في الإيه؟ تحديد التحمل الضغط، 40% أو 4.4 RSI دي الرأسمالية. تالت حاجة عندي الستير اوف هانجر. الستير اوف هانجر ده قلنا حديث عليه الكلام، في حالة إن أنا القطاع مش هستخدم له أو ما يستدعيش إن أنا أستخدم له حديد الضغط، يبقى أنا هحط إيه حديد لازم أعلق الكلام دي هستخدم لها حديد. قلنا الحديد بتاعي بيستخدم من 10 ل 20% الـ RSI اللي عندي. طب القطاع هنا في سيكشن وريكتانجل سيكشن، أكيد عرفته في السيكشن اللي فاتت إن القطاع بيتسمى بالمنطقة اللي هو شايل الضغط. يعني مثلا أنا عندي هنا ده كده شكل القطاع، ده شكل العزوم اللي عندي، فايه المنطقة اللي بتتضغط هي المنطقة اللي فوق، فبالتالي يبقى ده قطاع اسمه في سيكشن. إنما هنا في القطاع ده شكل المهم، ايه المنطقة هنا اللي بتتضغط؟ المنطقة اللي تحت. ده هيبقى كده بالنسبة لي التانجلر سيكشن، عشان دايما الحديد الرئيسي أو الحديد بيبقى في منطقة ايه الشد اللي هو ناحية دي لسه. فهتلاقي هنا الحديد الرئيسي بتاعك تحت القطاع، والاريا ستيل اللي هي الاستيراف هانجر موجودة فوق. هنا العكس، عشان ده في سيكشن وده ريكتانجلر سيكشن، بيبقى فايدته ان انا بعلق عليه القناة، وبيعتبر اللي هو السكندري شركة جبار زي ما اتكلمنا وقلنا عنه نبذة بسيطة في الأول، إن هو ده بستخدمه في الأجنب بتاعة الكاميرات عشان أقلل الانكماش، وبيبقى بيبتدي معايا من العمق بتاع الكاميرا، لو زاد معايا عن 70 أو بيساوي 70 سنتي ببتدي أستخدم 2 في 10 كل 30 سنتي، وأحافظ على المسافة بين الأسياخ دي إن هي تكون 30 أو أقل. الاستيرب قلنا الكنات، ودي بتنتج عنك لما تيجي تعمل ديزاين للشير ان شاء الله، وللتورشن باذن الله هي تتحمل الاثنين، والمينيمم من اللي بتحط القطع لو قطع مش محتاج كنات بنحط 5 فايت. ندخل دلوقتي على تقطيع الحديد بطريقه المولتو فيزيس. في الطريقه دي انا بقطع الحديد بطريقه دقيقه خالص نتيجه المومنت اوف ريزيستنس اللي هو المومنت الفعلي اللي هيبقى موجود على القطاع، وهنشرحه برضو يعني ايه المومنت اوف ريزيستنس وايه فرق من المومنت العادي او المومنت اكشن. قبل ما ندخل في الطريقه دي في حاجه مهمه لازم نعرفها، ايه اللي هي طول التماسك الديفولبد لينث. الديفولبد لينث ده طول التماسك، انت عندك اي حديد محتاج له طول معين علشان قوة الشد اللي فيه للخرسانه، او يمنع الطول ده يمنع الحديد من ينزلق من داخل الخرسانة، وده بيعتمد على أقصى إجهاد تماسك بين الحديد والخرسانة اللي هو الـ F بوند ألتيميت. F بوند ألتيميت ده بنحسبه بالمعادلة. طيب أنا عندي دلوقتي الـ L دي اللي هو الـ Developed Length، المعادلة بتاعته بتقول عبارة عن ألفا في بيتا في إيتا في الـ F Field على الجاما S على الـ 4 F دي ألتيميت في الفاي. هنيجي نشوف ان عندنا الالفا ده معامل تصريح بتقف على شكل طرف السيخ، يعني السيخ بتاعي املس اللي هو كده بدون اي بنش في الاخر او بظفر كده او بنش. المعامل ده بتوقف على شكل السيخ، وهنشوف في الجداول ازاي بتبدا وتجيب الارقام. طب البيتا، البيتا توقف على نوع السيخ نفسه اللي انت بتستخدمه، هل هو صلب طري او صلب زونه تؤدي. شوف انت بتستخدم انا حديد بالظبط، وتاخد البيتا نتيجة
لحد اللي انت مستخدمه. الاف بوند التيميت ده بتتحسب كود اللي هي نسبة بوند 3 جذر اف سي يو على الجاما سي، ادينا الناتج بالنيوتن على المليمتر مربع، يبقى انا كده عوض عن اف سي يو بالنيوتن على المليمتر مربع. الفاي ده طبعا القطر السيخ اللي انا مستخدمه. الايتا ده معامل بتوقف على موقع السيخ نفسه، بمعنى لسه هنا بيقول لك موقع السيخ نفسه بيساوي 1.3 السيخ الأفقية المعرضة للشد والتي يزيد سمك الخسارة النسبية أسفلها 300، يبقى على طول أنا 1.3 ده بالنسبة هاخده للحديد العلوي. يعني إيه؟ لو أنت عندك كاميرا بالشكل ده وعندك حديد علوي وعندك حديد سفلي، عايز تحسب له الـ دي بتاعته وأضربه في إيتا. الإيتا دي بالنسبة لي أي بيقول لك ب1.3 في حالة إن الحديد العلوي، أي حديد علوي هضربه في 1.3 في الإيتا، ما أقول لك هنا القيمة الثابتة بتاعت الـ دي أو القيمة التقريبية، ولا تزيد سمك الخرسانة أسفل عن 300، بينما يساوي 1 في جميع الحالات اللي هو حديد السفلي. معنى إيه الكلام ده؟ إن أنت هنا في جداول هيبقى بيديك قيمة تقريبية للـ L دي بس مضروبة في تيتا. تيتا ده بتتوقف على موقع السيخ بتاعك زي ما قلنا، هنشرحها برضه في السلايد اللي جاي. بيشترط علينا هنا إن طول التماسك في الأسياخ المعرضة للشدة والضغط ما يقلش عن القيم 35 قطر أو 40 إلا يوم أول أساخة اللي هي منسية بدون كنش، أو 40 قطر أو 30 سنتي أي يوم أول أساخة إيه بدون كنش. هنيجي هنا دي الجداول اللي إحنا بنجيب منها المعاملات اللي إحنا كنا عليها. قلنا ألفا لو معامل تصحيح لشكل السيخ، وقلنا عندي السيخ بتاعي ستريت أو في هوك أو في بنت بار اللي هو في الضفر اللي عندنا. أنت بتشوف التصنيع بتاعك الحديد بتاعك شايل تنشن ولا شايل كومبريشن، وبتبتدي على أساسه بتاخد قيمة الألفا اللي موجودة عندك نتيجة شكل نهاية السيخ. البيتا قلنا حالة السيخ نفسه، هل السيخ اللي أنت بتستخدمه أملس ولا نتوءات؟ طبعا غالبا إحنا دايما بنشتغل بالإيه الحديد بدون نتوءات، وتشوف برضه الحديد بتاعك شغال في الشد ولا في الضغط، تبتدي تاخد بناء عليه معامل البيتا. طيب الجدول ده بقى عبارة عن إيه؟ اللي إحنا قلنا إيتا الواحد وثلاثة والواحد بالظبط ده، وقلنا حديد الواحد السفلي ده هنا بيديك قيمة تقريبية للـ L دي. يعني هنا بيقول لك إن الـ L دي هتساوي القيمة اللي عندك دي مضروبة في القطر مضروبة في إيتا، يعني الـ L دي هنا بيساوي إيتا في رقم من الأرقام دي كلها، هقول لك دلوقتي بتجيبه بناء عليه في القطر. طيب الإيتا زي ما قلنا لو حديد علوي هتضرب 1.3، لو حديد سفلي هتاخد نفس الرقم ده بالظبط عشان الإيتا هتبقى عندك جوه. طيب هنا بيتوقف عندك لما تيجي توصل تجيب قيمة ال دي بدل ما تقعد معادلة تانية تاخدها من الجدول ده، بتيجي تشوف انت والله الجدول اللي عندك ده انت حديد انت شغال فيه حديد اجهاده قد ايه. مثلا هنا عندك ال 400 نيوتن على المليمتر و350، وهنا عندك ده 240، فغالبا احنا هنشتغل بالحديد اللي هو اجهاده 400 350. فنشتغل نيجي مثلا نشوف الخرسانة اللي احنا عندنا شغالين عليها الرتبة بتاعتها كام. لو والله لو الخرسانة اللي عندي رتبة 25 هاجي على طول هاخد من هنا، يبقى انا عندي الحديد بتاعي شغال في الشد، يبقى انا عايز احسب ال ال دي بتاعتي. هتبقى ال ال دي بتساوي ايتا في 55 في القطر. ده كده بالنسبة لي طول ال ال دي او الديفلوبمنت لينث. لو انت مش هتعرف المعادلة هتجيبه القيمة التقريبية ده على طول. الايتا طبعا زي ما قلنا شوف موقع السيخ بتاعك، لو هو عالي هتاخدها تضربها الايتا ده تعادل بواحد وثلاثة، لو هو سفلي هتعامل ان هي الايتا دي بواحد فيبقى على طول الديفلوبمنت بيساوي 55 في القطر. هتيجي هنا بقى نتكلم على حاجة مهمة اللي هي الديسبليس بيندنج مومنت ديجرام. ايه الديسبليس بيندنج مومنت ديجرام؟ كلنا عارفين ان احنا لما بنيجي نرسم نعمل اناليسيس للكاميرات احنا بنمثل الكاميرا بالسنتر لاين بتاعها، ما باخدش الكاميرا او ما برسمش خط بناء على التسليح عندي تحت فبرسم الكاميرا، لا برسمها نتيجة السنتر لاين. فجميع الاناليسيس كلها نتيجة ان الكاميرا عندي السنتر لاين او غلط. فبالتالي لما اجي انقل المومنت نتيجة النقطة دي هلاقيها اتشكلت تحت. نتيجة ايه؟ نتيجة ان انت عندك الكاميرا بيحصل عنها عليها بناء على طولها شروخ، في بيبتدي معايا من عند السبورت شرخ على 45، وفي النص اللي هو ده شرخ الشير، وفي النص بيقفل معايا اللي هو 90 ده شرخ البندنج مومنت. فبالتالي احنا ناخد وليكن متوسط الشروخ في الكاميرا كلها على 60. طيب لو انا عندي زي ما قلنا ان بمثل الكاميرا بسنتر لاين في النص، فبالتالي انا قلت هاخد ان متوسط الزاوية 60، وعندي هنا الطول دي على 2
فانا عايز اجيب مسافه اكس اللي انا هعمل لها ديسبليسمنت وديسبليس ديبندنج مرتب. ده بيبقى نتيجه ايه؟ زي ما قلنا ان الكاميرا برسمها على السنتر لاين مش بالنسبه للحديد. فلو جينا شفنا المومنت عند النقطه دي مش هو النقطه اللي تحت، لا هيتشفت عندي هنا مسافه. طب هيتشفت بمسافه ايه؟ مسافه اكس. مسافه اكس دي جبناها بتساوي 3/10 دي بناء على ايه؟ بناء ان انت عندك هنا دي مسافه اكس، وانت عندك هنا دي على 2، وعندك هنا زاويه قلنا دي هناخدها بزاويه 60. فبالتالي عندك التان المقابل على المجاور، فجبنا منها الاكس، اكس بتساوي 3/10. يبقى اي مومنت عندك بترسمه اللي هو المومنت الفعلي انت لازم تعمل له بليز بنتيجه او بقيمه 3/10. نيجي بقى نتكلم على تقطيع الحديد. ده بيبقى بناء عليه ان انت لو عندك كاميرا مثلا سيمبل زي كده، قلنا المونت بتاع دبليو ال سكوير على 8، فنتيجة الديزاين بالشارت او الفيرست برنسبل انت جبت اريا سيل. طيب الاريا سيل اللي انا جبتها دي لما جيت احولها لنمبر، هل هي نفس القيمة؟ لا. لو جينا قلنا العشرة ونص هنا احنا استخدمنا اي 16، يكون العشرة ونص على 2.1% اللي هو مساحة السيخ الواحد قطر 16 هيدينا 5.22. يبقى العدد كان 5.22 واي 16. هل ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. فأنا بقرب ده للأكبر، فخد لما قربناه بقى كام؟ 6 في واي 16. يبقى عندي الاريا ستيل دي بالنسبة لي هي دي الاريا ستيل ريكوايرد الفعلية اللي أنا عايزها. لما جيت حولت الاريا ستيل كبرت، فبالتالي بقى في عندي اريا ستيل تشوزن اللي انا اخترتها بقت 6 في 16. هتيجي تضرب ال 6 في 2.1% هيدينا 12.6% او 12.1%. ده الاريا ستيل الجديده اللي موجوده في القطاع. فبالتالي عندك اريا ستيل ريكوارد قيمتها 10.5، واريا ستيل تشوزن قيمتها 12.1. فبالتالي ده اكيد طبعا ان الاريا ستيل تشوزن اكبر من الاريا ستيل ريكوارد. فانت عندك دلوقتي المومنت اوف ريزيستنس اللي هو العزم اللي هيتحمله القطاع بناء على الحديد اللي انت حطيته اكبر من الاكشوال مومنت اللي هو العزم اللي كان بيأثر نتيجه الاريا ستيل اللي انت جبتها. طب انا عايز احسب الام ريزيستنس اللي هو العزم الفعلي اللي هيتحمله القطاع. لو احنا جينا قلنا ان انا عندي الاريا ستيل ريكواير بيقابلها المومنت الاكشوال، وانا عندي الاريا ستيل تشوزن بيقابلها المومنت ريزيستنس. انا عايز اجيب من هنا المومنت ريزيستنس، يبقى عباره عن اريا ستيل تشوزنج على الريكوايرد في الام اكشن. يبقى انا كده جبت قيمه الام ريزيستنس اللي انا هبتدي اشتغل واقطع عليها الحديد. خطوات حل اي كاميرا بطريقه المومنت اوف ريزيستنس، هنا ببتدي بخطوات معينه علشان اوصل بيها ان انا ارسم كاميرا كاليفيجن وارسم لها تفريد الحديد بتاعها واطلع لها السكاشن واطلع الحديد المفروض موجود في القطاع. طيب اول حاجه برسم الكاميرا مقياس رسم مطلوب. هو مثلا بيجي يطلب منك غالبا بتبقى 1.25 1.50 على حسب المسموح بتاعتك، هو بيطلب منك ماس معين. بعد كده بنرسم البيندنج مومنت. البيندنج مومنت ده بيترسم بطريقتين او بتو سكيل، يعني الاوف سكيل ده بيبقى نفس سكيل الكاميرا. بمعنى ايه؟ لو انا عندي الكاميرا قلنا بالشكل ده يبقى انا كده رسمتها بسكيل 1.25 او سكيل 1.50 زي ما هي يطلب منك. بعد كده بقول لك ارسم كاميرا او ترسم مومنت بتو سكيل. سكيل الافقي اللي هو هيبقى نفس سكيل الكاميرا انت بتمثلها من سنتر تو سنتر اللي هو بالنسبه سنتر لاين سنتر لاين. بعد كده المومنت نفسه اللي عندك، المومنت نفسه اللي عندك ده انت عندك كان عندك مومنت بالشكل ده. طب المومنت ده كان قيمته 10 طن مثلا، طب ال 10 طن دول انا هرسمهم 5 سم. انت بقى اللي تيجي هنا تقول له والله انا هرسم كل 2 طن هتساوي 1 سم. طيب لما انا قلت هنا كل 2 طن بتساوي 1 سم، يبقى 10 طن هترسم قد ايه؟ هترسم 5 سم. انت تيجي هنا عند النقطه دي تروح نازل كده نقطه اللي هي المسافه دي كده كلها ترسمها في 5 سم. ده سكيل المومنت اللي انت بتختاره. واحد تاني ممكن يختاره سكيل تاني يقول لك انا هرسم كل 2.5 طن ب 1 سم، واحد تاني يقول لك كل 5 سم ب كل 5 طن بسم. ايا كان كل واحد يرسم بسكيل براحته. انت السكيل ده انت اللي بتختاره وانت اللي بتحدده، اهم حاجه يبقى ثابت معاك جميع المومنت اللي انت هتبتدي ترسمه على قطاع الكاميرا نفسه. بعد كده بتيجي تتوقع ان قيمة الام ريزيستنس، يعني انت لما جيت رسمت قلنا الكاميرا كده ورسمت عليها العزم بتاعك
ده الام اكشوال. بعد كده بتيجي من نفس النقطة هنا تروح راسم واخد قيمة الام ريزيستنس، وبيبقى نفس السكيل اللي انت اشتغلت بيه وثبته. يعني مينفعش ارسم الام اكشوال بالسكيل مثلا 2 طن بس 1 سنتي واجي ارسم الام ريزيستنس بسكيل تاني خالص، لا هثبت نفس السكيل وابتدي ارسم. بعد كده بعد ما بتعمل الكلام ده تبتدي تشوف انت هتقسم السياخ بتاعتك على كم مجموعة، هل هتقسم 2 هتقسم 3، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي المومنت ده مثلا وليكن كان فيه 6 فاي 16، انت اللي بتحدد هتقسمهم. والله هنقسمهم 2 2 2 تلت وتلت وتلت، او هتقسمهم مثلا 3 و3، 3 في 16 و3 في 16 ب 50 50 50% 50% نص ونص، او هتقسمهم تلت وتلتين هقسم 2 في 16 و4 في 16 هقطعهم على حسب ما هتحدد، على حسب ما هتقسم البلوك بتاعك. فانا هنا بشوف هقسم ازاي، مع الاخذ في الاعتبار ان لازم تلت الاسياخ ما يقلش عن تلت الاسياخ يعدي من السبورت للسبورت، ده شرط مهم لازم تحطه في الاعتبار وانت بتبتدي ترسم. بعد كده بترسم البلوكات، تبتدي ان البلوك هيصير مسافة اكبر، يعني ده يكون بالشكل ده مثلا، الشكل ده في كاميرا تمبر انا عايز ارسم لها بلوكات، فابتدي والله انا قلت اقسمهم 3، يبقى انا هاجي هرسم ادي المومنت بتاع المومنت الاكشوال، بعد كده نزلت منه هنا عند الام ريزيستنس، ابتدي اشوف من الخط سنتر ده كده انا ابتديت قلت ان هم 6 في 16 دول هقسمهم 3 2 في 16 و2 في 16 و2 في 16، هبتدي اشوف هقسم ما دام قلت 2 في 16 و2 في 16 و2 في 16 هقسمهم مسافات متساويه، ثلاث مسافات متساويه. وباجي بعد كده باخد خطوط فوقيه علشان ابتدي يقطع مع العد واحدد البلوكات بتاعتي اللي انا هسلح بناء عليها. فده كان بلوك اللي هو هياخد تلت الاسياخ اللي هيعدي من سبورت تو سبورت، ده اللي هو كان بلوك واحد. ففين بداية البلوك ده؟ بداية البلوك ده اللي هو عند أقصى عدد هيشيله، ونهايته عند أقل عدد هو بيشيله. هتيجي على البلوك التاني ده، البلوك اللي هو رقم 2، أقصى عدد هيشيله اللي هو المنطقة دي، وأقل ده أقل عدد هيشيله المنطقة دي. لو جيت خدت أنت عدد في المنطقة دي هتلاقي أكبر من العدد الموجود في المنطقة دي. يبقى بداية البلوك ده متحدد عند أقصى عدد، ونهايته عند أقل عدد. هتيجي البلوك الأخير ده أقصى عدد عنده اللي هو في المنطقة اللي في النص دي، اللي هو قطع معاك النقطة دي، وأقل عدد عند نهاية البلوك. وكذلك برضو بالعكس في العزوم السالب إيه نفس الفكرة برضو، إن أنت بتقسم البلوكات. شوف برضو مش شرط عشان أنا قسمت ثلاثة فوق أقسم ثلاثة، لأ ممكن تقسم هنا ثلاثة، ممكن تقسم هنا اتنين بلوك على حسب كل واحد إيه هو شايف إنه يوقع حديد إزاي. برضو بداية البلوك، أول بلوك هنا ده بداية بتبقى من السنتر، ده أول بلوك بس اللي هو الأبعد عن الديتم، ده بيبقى بدايته هي عند سنتر البلوك نفسه او فوق السبورت اللي هو اقصى عدد، ونهايته بتبقى عند اخر نقطه تقطع فيها مع العزم. وبعد كده برضو تشوف بدايه ونهايه كل بلوك، وده انت بتحدده عشان بناء عليها تحدد الاطوال بتاعت التقفيل. بس اخبار التقفيل كل سيخ بيقف عند مسافه معينه، انت بتقيس المسافه بتاعتك من يا اما بداية البلوك او نهاية البلوك، ده او ده. طيب من بداية البلوك يبقى انا هاخد ال دي زائد 3 من 10، قلنا ال دي ده عرفنا بتحسبها ازاي ديفلوبد لينث، و 3 من 10 دي نتيجة الديسبيسمنت اللي حصلت نتيجة تشفية العزل، وزي ما قلنا ان هو بيبقى مرسوم اصلا على السنتر كوم، او بتاخدها مسافة اسمها ال ايه من نهاية البلوك، ال ايه نهاية البلوك اللي هي الاكبر من القيم دي 7 من 10 دي او العشر قطر او الا على 20. طب ايه اللي انا بقوله ده اصلا؟ يعني ايه اخد المسافه؟ يعني انت قلنا لو انت عندك كاميرا بالشكل ده ورسمنا عليها العزوم، الطريقه دي كده، وجيت قسمتهم بلوكات، مقسم بلوكات هقسمهم وليكن مثلا 3 بلوكات، قلنا ادي بلوك وادي التاني وادي التاني، وهاجي عند الخط القطع ده وهنزل كده رسمت البلوك بتاعي، هاجي عند الخط ده وارسم البلوك بتاعي، هاجي عند الخط الأخير ده البلوك بتاعي. قلنا هنا يا إما أرسمه كده بالشكل ده، أو قبل ما أرسم أكون مشفت المومنت بتاع 3 من 10 دي، أو شفت الخط الرأس ده بالنسبة لي أنا 3 من 10 دي. طيب أنا عايز أقيس
المسافات اللي انا بقول عليها دلوقتي، انت كده رسمت البلوكات بتاعتك، ومحتاج ان انت توقف الحديد بتاعك عند مسافة معينة. طيب لما جينا قلنا ان البلوك نفسه بالشكل ده كده بالظبط، لو انا عندي هنا مثلا قلنا رسمنا الكلام ده وقلنا قسمناهم تلتين تلتين، فانا عايز حد بقى، انا قلت لك المسافة اللي انت بتقيس بيها وتقف بيها عند الحديد اللي بتقطعه يا اما ال دي زائد 3 من 10 دي من بداية البلوك. لو انا عندي البلوك ده قلنا بدايته فين؟ قلنا تبقى عند اقصى عزم شايله، بدأ اقصى عزم شايله ونهايته دي عند اقل عزم شايله البلوك نفسه. طيب اول قلنا بنقيس يا اما المسافة من هنا لحد الاخر اللي دي زائد 3 من 10 دي، او بتقيس من نهاية البلوك المسافة اللي هي اللي ايه قلنا ان هي 7 من 10 دي، او 10 في قطر، او ال على 20. الابعد منهم بقى في الحديد بتاعي هتيجي على بلوك زي ده، يبقى ده بالنسبة لي ده بداية البلوك. يبقى انا هقيس من هنا اللي هي مسافة ال دي زائد 3 من 10 دي، لو انا مش عامل يعني لو انا مش مشفت اخد 3 من 10 دي، انما هنا المسافة ال دي بس اللي انا شفت خلاص 3 من 10، عشان بس محدش يتلخبط. انا عندي بالنسبه لي هنا مفيش في تشفيت 3 من 10، فلما جيت خدت مسافه من هنا للاخر قلت ال دي زائد 3 من 10 دي. انما لما اجي على بلوك زي ده انا شايف ان انا مشفت 3 من 10، يبقى مالهاش لازم ان انا اضيفها تاني. المسافه من هنا لنهايه ان انا هقطع الحديد ال دي، او المسافه من نهايه البلوك طبعا هي ال دي. طيب هنيجي نشوف هنا بالنسبه لنا لما قلنا ان احنا بنقسم الاسياخ تلت وتلتين. شوف انت والله لو انت هتقسم هتخلي التلت هو اللي هيكمل من الاول للاخر، هيكون هو ده ناحيه الديتا او خط القمر او العكس. ودايما لما بقسم الاسياخ بتاعتي بقسم البلوكات بنفس النسبه، يعني مثلا انا قلت اقسم هنا التلت والتلتين، وقلت ان انا التلاته فاي 18 مثلا هيبقوا هم اللي هيكملوا، والسته فاي 18 هم اللي هيكملوا، يبقى انا لازم التلاته بتوعي اللي هيكملوا يبقى ده البلوك الكبير اللي هو يبقى ناحيه الديتا. هتيجي هنا هنا عكسنا، قلنا 6 فاي 18 هم اللي هيكملوا من الاول للاخر، وهقطع بس 3 فاي 18. لو خدت بالك ولاحظت ان انت عندك المسافه هنا هنا التلتين عشان هم اللي هيكملوا من الاول للاخر، والمسافه هنا التلت عشان هي اللي هتكمل من الاول للاخر. يبقى دايما خلي في اعتباري ان انا النسبه اللي برسم بيها الحديد هي اللي برسم بيها البلوك. بمعنى لو احنا قلنا عندنا دول 9 فاي 18، ال 9 فاي 18 قلنا نقسمهم 3 و6، التلاتة شوف انت هتخليهم فين، هل هتعدي التلت من سبورت لسبورت او هتعدي التلتين من سبورت لسبورت. يبقى انت هتخلي بالك ان لو التلت او التلتين هتشوف ايا كان انت هتمشي الحديد ايه من سبورت لسبورت التلت ولا التلتين، وهتبتدي تاخد البلوك الكبير هو ده هتديله النسبة بتاعته. يعني مثلا لو انا عندي كان ده كنت راسم من البالي 9 سنتي وليكن، يبقى انا هخلي 3 سنتي هنا و6 سنتي، ولو كان العكس خلي 6 سنتي هنا وخلي 3 سنتي هنا، 6 سنتي نتيجة إن هما 6 سنتي دول هما تلتين الطول اللي أنا رسمه، نتيجة إن أنا قسمت الحديد بتاع التلتين هو اللي هيعدي من السبورت. وده بنعيد شرح إن إحنا فين بنوقف الحديد بتاعنا. زي ما قلت لك ده بداية البلوك بتاعتك، باخد من عند 3 من 10 دي زائد ال دي، أو من نهاية البلوك ال دي مسافة ال دي. ده قلنا ده بالنسبة لي بداية البلوك، وده نهاية البلوك أو النهاية هي. وده بالنسبة للحديد برضو النيجاتيف. فبالنسبة لك أول بلوك بس بقول مسافة ال دي زائد 3 من 10 دي، أو من نهاية البلوك ال دي. ده الكلام ده هينطبق على اللي هو أبعد بلوك عن الديتا اللي هو أنا هاخد فيه بس زائد 3 من 10 دي. ده لو أنا مشفت عامل سبليت بين النجوم. بقيت البلوكات، بقيت البلوكات انت هنا شفت خلاص 3 من 10 دي زي ما قلت لك، فانت بالتالي هيبقى ده بالنسبه لك لو انا البلوك ال 12 ده بالنسبه لي ده بدايه هاخد مسافه من هنا ال دي، بس مش هقول ال دي زي 3 من 10 دي ما خدتها مره. لو انت ما كنتش عملت الازاحه دي وانت هتقول ان البلوك بتاعك مثلا كان من هنا لهنا، وانت هتيجي تقيس من هنا مسافه ال دي زي 3 من 10 دي اللي انت عملت هنا الازاحه، او من نهايه البلوك ال دي. وكذلك بالمثل برضو للبلوك رقم 2 هنا في الحديد النيجاتيف، برضو هقيس من هنا اللي هو بداية البلوك بالنسبة لي ال دي، أو من نهايته اللي إيه الأبعد منه هو ده اللي هيقف الحديد التسليح بتاعك. طب إحنا لحد دلوقتي ما إحناش فاهمين يعني إيه الحديد التسليح بتاعك. أنت هنا بالنسبة لك أنت بترسم ده فوق قطاع الكاميرا اللي أنت بتبقى راسمه بالشكل ده.
وباجي الحديد بتاعي، باجي مثلا هنا الحديد ده أبعد اللي هو البلوك التاني، فهتيجي مثلا هنا يبقى ده الحديد بتاعك أساسا كده ويوفق، عكس الحديد اللي هو السفلي اللي هو كمل معاك وكبر نفس طريقة الإمبريكا اللي احنا كنا قلنا. يبقى ده كده أنا وقفت هنا، ده نهاية السيب، ده نتيجة إيه؟ نتيجة إن المسافة دي كانت أبعد أنا قلت بيها النطري. هو ده تقطيع الحديد. ممكن بدل ما قلنا نعمل إزاحة للمومنت وأرجع أرسم الكيرف ده مرتين، وأبتدي أعمل إيه؟ إن أنا مش هعمل إزاحة، هبتدي أرسم نتيجة المومنت الفعلي اللي عندي، بس هاجي البلوك بتاعي هعمل إزاحة للخط الرأسي ده الثلاثة من عشرة، وكأنك بالظبط أنت عملت إزاحة للمومنت. إيه يعني؟ أنا بقى أرسم الكلام ده إزاي؟ يعني المومنت نفسه عشان يطلعه مظبوط، أنت بترسم خط الديفرنس بتاعك خلاص بالسكيل اللي هو سكيل الكاميرا التلفزيون بتاعها، وتوقع النقط بتاعتك بتاعت الرجول، انت عندك نقط هنا ونقط هنا ونقط هنا، وبتعملها كيرف. طب كيرف بتعملها من خلال الفرنش كيرف اللي بتشتغل بيها، هتطلع لك كيرف مظبوط كاميرا رابر كده تشكل معاك نتيجة الرجول اللي انت عايزها في نسبة 3 نقط، وبتروح عامل المومنت بتاعك عشان يطلع بس رسمك مظبوط، عشان لما تيجي تقسم البلوكات يبقى انت كل خط متقاطع معاك بالظبط. يعني مثلا قسمتهم 3، يبقى لما أرسم هنا يبقى ده البلوك بتاعي وده البلوك التاني وده البلوك التالت بالنسبة لك. فلو رسمت الكيرف مش مظبوط هتلاقي البلوكات عندك وأماكن تقطيع الحديد مش مظبوط. ناخد دلوقتي مثال على كاميرا سيمبل، سيكشن واحد في اريا ستيل 6×16، سيكشن اتنين اللي هو حديد نيجاتيف اللي هو دبليو سكوير 24 2×16. الدي بتاع الكاميرا 800 مللي، البي مش هنستخدمه في أي حاجة، هنا الراجل بيدينا البي، الإن اللي هو عدد أقصى عدد أسياخ ممكن أقدر أرصه في الصف الواحد 5 أسياخ، وأنت وراحتك ترص 5 ترص 4 3 2، ما ينفعش طبعا أقل من 2، فأنت وراحتك برص الأسياخ. المهم إن أنت ما اديتش أنا عدد الواحد. طب هو الخمسة ده حاسب إزاي؟ حاسب من المعادلة اللي كنا قلناها في الأول خالص، إن بتساوي دي ناقص 25 على اف واي زائد 25. دي عندك هنا لو فرضت ان دي بتاعت قطاع 25 فانت هنقول 250 مللي ناقص 25 على القطر اللي عندك اللي هو المفروض 16 ناقص هيبقى زائد 25، هيدينا هنا الناتج بتاعنا 5 48. طيب 5 48 قلنا في الحالة دي أنا بقرب الرقم للأصغر، فأنا هرص 5 أسياخ في الصف الواحد، ده أقصى عدد ممكن أستخدمه إن أنا أرص في الصف الواحد. هنا المثال بيطلب مننا إن إحنا نرسم سكيل 1 لـ25 الكاميرا بتاعتنا بطريقة المومنت أوف ديفيكتور. هنيجي زي ما قلنا لازم الاتنين دول كده يترسموا تحت بعض، مينفعش أرسم ده في مكان وده في مكان. ليه مينفعش؟ عشان نتيجة تقطيع البلوكات اللي هيحصل في الهجوم هنا هاخدها، هاخد اسقاطاتها على الفيجن بتاع الكاميرا، فده اللي هينتج عنه تقطيع الحديد. انما لو انا رسمت ده في حته وده في حته ملوش اي علاقه خالص ببعض، لازم الاثنين يترسموا تحت بعض. بعد ما ابتدي ارسم، طب انا عملت ايه دلوقتي؟ انا رسمت الكاميرا اللي هو القطاع بتاعها ده اللي هو الفيجن بتاع الكاميرا بالسكيل 1 لـ25 اللي اتقال عليه في المثال بالابعاد بتاعتك. طبعا السيجنس ده اللي هو 800 برضه هيترسم بنفس السكيل، والال برضه بنفس السكيل. هاجي هرسم هنا الكاميرا بتاعتي، هيبقى الخط ده اللي هو خط الديتم بتاع الكاميرا اللي هو السنتر، هيبقى تلاقيه هو ده لازم نفس سكيل الكاميرا اللي هو اترسمت له 1×25. بعد كده المومنت ده، المومنت هنا بيبقى بالسكيل اللي انت بتختاره، زي ما قلنا ان انت هتشوف كل كام طن هتمثلهم كذا. بعد كده بتحدد قيمة المومنت اوف ريزيستنس زي ما قلنا من المعادلة اللي احنا شرحناها وقلنا جت ازاي، هتقسم الاريا تشوزن على الاريا ريكوايرد في الام اكشن، هتطلع منها قيمة الام ريزيستنس، وهي دي اللي هتبتدي هتبقى زايدة عندك عن الكيرف اللي انت رسمته. يبقى انت كده الشكل في الاخر عندك، انت رسمت الفيجن الكاميرا، رسمت خط الديتا بتاعك، ورسمت المومنت الاكشوال بتاعك. بعد كده جيت وقعت من السنتر، من خط السنتر نقطة الام التميت ريزيستنس اللي انت اشتغل عليه. بعد كده بتشوف انت والله 6×16 دول هتقسمه قد ايه،
واحد يقول لك انا قسمهم 2 2 2، واحد تاني يقول لك انا قسمهم 2 4، واحد تاني من اللي قال لك قسمهم 2 4، واحد منهم قال هحط الاثنين هيكملوا معاه من السبورت للسبورت، والتاني قال انا لا انا اخلي الاربعه في 16 هم هيكملوا معاه من السبورت للسبورت، كل واحد على حسب هو عايز يعمل ايه. فاللي انت بتحدده في الاول في طريقه توزيع او طريقه تقسيم الاريا ستيل اللي موجود عندك، هي دي اللي انت هتقسم عليها خط نون وفريز ستيل. فبالتالي احنا هنقسمهم هنا في المثال 2 و4، واخلي الاربعه هم اللي هيكملوا من سبورت للسبورت، فبالتالي التلتين هي اللي هتكمل معاهم من سبورت للسبورت، والتلت هو اللي هيحصل له فرد الليل. يبقى انا بالنسبه لي عقبال على طول ما انا قلت التلتين هيكملوا من سبورت للسبورت اللي هو البلوك القريب للداتا، يبقى انا هاجي على خط الريزيستنس ده المومنت اوف ريزيستنس هقسمه برضه تلت وتلتين. طب لو كنت عملتهم 3 في 16 و3 في 16 يبقى كنت هقسم النص، الخط ده هجيب في النص وكده، يبقى انا كده قسمت المومنت اوف ريزيستنس ليه 50 50 اللي هو النص والنص. او لو واحد تاني هيخلي الاثنين هما اللي يكملوا من سبورت للسبورت يبقى كان هيعكس، هتلاقي المسافه دي معكوسه، كنت هتلاقيه عامل كده، وهتلاقي هنا التلتين وهنا التلت وهنا ايه التلتين زي ما اتفقنا. انت بتحدد انت عايز منه ده. بعد كده تيجي تاخد خط افقي عند النقط اللي انت ايه اخدتها، وعند التقاطعات انت بتبتدي تعمل خط دوتد للايه للبلوكات بتاعتك. ليه هعمل خط دوتد هنا بالشكل ده؟ انا قلنا خدنا خط افقي عند النقط اللي انت حددتها، بعد كده تيجي تاخد خط دوتد للمناطق دي. قلنا ناخد الدوتد علشان بعد كده احنا هنعمل له تشفيت اللي هي 3 من 10 في دي، بدل ما نرسم ده واعمل له ديسبليس 3 من 10 هي كيرفت، بدل ما ارسم كيرفت يبقى انا شكل الخط الرأسي بالطريقة اللي احنا لسه قايلينها. تاخد خط الدوتد بعد كده تشفته 3 من 10 دي نتيجة ان المونت حصل له ديسبليس بالطريقة دي. عايز تعملها بالطريقة دي، عايز تعملها بالطريقة دي، اللي رايح الأفضل إن أنت تتحرك تحط الرأس بدل ما ترسم تو كيرف. بعد ما رسمت ده يبقى أنا كده حددت البلوكات بتاعتي، يبقى هو التقاطع ما ده يبقى أنا كده ده بالنسبة لي البلوك رقم 1، وده بالنسبة لي البلوك رقم 2 وكان مستقبل للسبورت. بعد كده تيجي ترسم بقى التسليح اللي يجي الإيه البلوك الأول اللي هو البلوك ده. البلوك ده التسليح بتاعها هيعدي من السبورت للسبورت، ادي مش معايا من السبورت للسبورت وطلع هنا بريك نفس طريقة الامبريكال بالظبط او مسافة ال دي. المهم ان يعني السيخ بتاعك يعدي من السنتر لاين بتاع العمود 15 سم، ما يقلش عن كده، يزيد ماشي تطلع برجل كده ماشي، انما ما يقلش عن 15 سم، وكذلك الناحية التانية. هتيجي البلوك التاني اللي هو البلوك ده هتبتدي تقيس. احنا قلنا بناخد مسافة اللي هي هتبتدي من هنا اللي هي المسافة بتاعتك ال دي زائد 3 من 10 ال دي، أو من نهاية البلوك مسافة ال ايه. ولو تفتكر قلنا ال ايه هنا طبعا مكتوبة دي، بقول لك ليه مكتوبة دي، لو تفتكر قلنا ال ايه هي كانت المسافة الأكبر من 7 من 10 ال دي أو 10 القطر أو ال ال على 20، غالبا بتطلع الأكبر هي 7 من 10 ال دي. طب هنا ليه كتبناها دي؟ لو تلاحظ إن المسافة متقاسة البلوك قبل ما يتحرك قبل ما يحصل له ديسبليس ليه، يبقى انا عندي المسافه دي كلها دي. طب لو انا جيت خدت من نهايه البلوك بعد ما حصل له الازاحه هتلاقي المسافه دي 7 من 10 دي، وان هو كان بيحصل له قد ايه 3 من 10، فهتلاقيهم الاثنين مع بعض يعملوا لك مسافه قد ايه دي. المسافه من هنا هنا تقيس من هنا البلوك قبل ما تعمل ديسبليس لحد نهايه السيخ اللي انت هتوقف عنده المسافة دي، أو هتقيس من نهاية البلوك بعد ما حصل له مسافة 7 من 10 سنتي. أنا كده وقفت الحديد بتاعي، وأنا كده عملت بارتمنت للحديد الموجود بالنسبة للكاميرا الثانية. هتيجي على الحديد العلوي. الحديد العلوي يا إما لو أنت راسم المومنت بتاعك النيجاتيف برضه بالسكيل وده يفضل، أو هتعمله بطريقة الإمبريكال أيا كان. فانت عندك بالنسبه لك هترسم بالسكيل وتشوف. هو طبعا 2 في 16 ما ينفعش اعمل لهم بارتمنت، هما هيبقوا بلوك واحد يعني لو انت رسمه، فتلاقي بالنسبه لك ده كده بلوك واحد، هو ده هيبقى نتيجه ان
إن هم عددهم 2 بس مش هينفع أحصاهم، ولو 3 برضه مش هينفع يحصل لهم فرد منهم. ليه؟ لو قلنا 3 لازم، إحنا اتفقنا إن لازم على الأقل تلت الأسياخ يعدي من السبورت للسبورت، أقل تلت الأسياخ أو أكبر. هتقول لي مثلا ممكن أعدي السيخين من أول لآخر وسيخ واحد، يبقى مينفعش أعمل فرد منهم في سيخ واحد، على الأقل في سيخين. فهنا هناخد مسافة 2 من 10 في الإف. وبعد كده هتلاقي المسافة اللي هي نازلة المفروض من وش العمود لحد النهاية دي، هي دي مسافة دي اللي انت لسه ايه حددتها. والمسافة دي اللي هي التقاطع بين الحديد، طبعا الحديد ده شال دبليو ال سكوير على 24، لو الحديد في النص اللي هو الحديد ده يبقى هيشيل الكنات هيعلقها، بيحصل تداخل او ترابط بين السين وبين السين. المسافة دي ما تقلش عن 25 سنتي أو 12 في القطر، أيهم أكبر؟ ده أقل مسافة المفروض تحصل، أكبر من كده ماشي تمام مفيش أي مشاكل، ما تقلش عن 25. ممكن تكبر، أو ممكن تكبر عادي جدا، اللي هي مثلا نتيجة إن سيخ الحديد بتاعك العادي اللي هو بيستنى بيبقى 12 متر، فال 12 متر ده أنا عشان يتقطع معاك كويس وما يحتاجش طبق في الموقع بيبقى يتقطع إما 3 متر، ده بيديك 4 حتت، أو بتقطع 4 متر بيديك 3 حتت، أو بتقطع 6 متر بيديك حتتين، وبتقطع 2 طبعا بيديك 6 حتت، وممكن يبقى هو مثلا مقطعه 5.5 و5.5، فبالتالي بقى معاه 11 بقى حتة متر، فبالتالي مثلا دي هتدخل معاك لا كبرت جدا، فبالنسبة لك مش فيها مشاكل. المهم إن هي ما تقلش عن 25 أو 12 في الكتر. ده شكل اللي احنا عايزين نوصل له، اللي هو الشكل اللي انت المفروض ترسم الكاميرا بالمومنت بالبلوكات بتاعتك بالفيجن بتاعها والحديد اللي موجود وانت عملت له تقطيع بتفريد الحديد. المكاني عن ايه تفريد؟ طيب انا هنا ايه اللي زاد عن القطاع اللي فات؟ زاد هنا حديد الشرينكج. حديد الشرينكج ده انت لو القطاع عندك، لو تفتكر ان احنا قلنا القطاع عندي 80 سم، فبالتالي انا محتاج حديد الشرينكج عشان القطاع كبر عن 70 سم، فبالتالي انا حطيت سيخين في الشرينك. تحط انديكيشن للقناه بتاعتك، وده شكل القطاع اللي احنا عايزين نوصله في الاخر. تفريد الحديد، تاخد بقى الحديد اللي انت قطعته جوه ده وتعمل له اللي هو التفريد بتاعك، بتقول له والله انا كان عندي سيخ من اول سيخين من اول لاخر اللي هم 4 في 16 وسيخين كمل اللي هو 4 في 16 هم 4 سيخ من اول لاخر، وبعد كده سيخين عملت لهم فرد المنت على المسافات اللي احنا قلنا عليها وجبناها من البلوكات اللي احنا رسمناها. وهنا ده الحديد اللي هو دبليو سكوير 24، وبعد كده ده الحديد تعليق القناة. ده الشكل اللي احنا عايزين نوصل له في الآخر. حديد شرينكج ما بيتفرجش بره ولا القناة بتتفرج بره، هذا الشكل اللي احنا عايزين نوصل له في النهاية. طيب واحد تاني كان حابب يعمل نفس المثال ده على 3 بلوكات، زي ما قلنا مفيش أي مشاكل خالص، اقسمهم 2 2 2، وابتدي ارسم بلوكاته عادي خالص، قلنا هياخد الريزيستنس ويقسمه 3 مسافات متساوية. يبتدي ياخد الخطوط الرئيسية الأفقية بتاعته تتقاطع مع الخط الكيرف اللي هو عامله، البرابلة اللي هو عاملها ده هنا، ولو مش عايز تشفت بس انت تعمل حسابك ان انت بتشفت من هنا، تاخد المسافة بتاعتك 3 من 10 دي زي كل مرة، يعني البلوكات كلها المسافات بتاعتها 3 من 10 دي، أو من نهاية البلوك مسافة دي. ممكن ترسم برضه الشكل النهائي بتاعنا اللي احنا وصلنا ده. نفس الشكل اللي فات بيوضح لك المسافات، بس يعني هي نفس المسافة، نفس الشكل اللي فات هو مقسمه 3، مع توضيح المسافات. زي احنا قلنا البلوك ده هنقيس من أعلى نقطة في البلوك اللي هو أقصى مومنت لحد نهاية توقيت الحديد، هيبقى المسافة بتاعتي ما تقلش عن ال دي زائد 3 من 10 دي، أو من نهاية البلوك دي. لو نلاحظ هنا قال برضه دي عشان ما عملش إزاحة للمومنت اللي عندي، يعني ما عملش إزاحة للمومنت بالشكل ده، لا هو خدها على البلوك المصمت على طول، بس عمل حسابه في 3 من 10 دي. هتيجي على البلوك التاني، انا بقول لك انت في الحديد السيخ ده يا اما من اعلى نقطة اللي هو بداية البلوك اللي دي زائد 3 من 10 دي، او من نهاية البلوك مسافة دي. هنيجي على البلوك التاني اللي هو اشتغل عليه ده، اللي هو ده بالنسبة لك بداية البلوك التاني وده نهاية البلوك التاني، فاما هيشتغل من بداية البلوك التاني اللي دي زائد 3 من 10 دي، وبرضه هنلاحظ ان هو خدها معاه 3 من 10 دي عشان ما اقعدش الازاحة دي. لو كان عمل ازاحة هنا كان هيقول لك اللي دي بس، ومن نهاية البلوك خدها المسافة دي، وهيبتدي يقطع الأبعد منهم، هو ده اللي هيبتدي يقطع عليه الحديد.
والبلوك التالت طبعا هو اقرب للتقدم، اللي هو هتكمل اتنين اللي هيكملوا السبورت للسبورت طبعا مع بلس اللي انت تحط حديد دبليو سكوير 24، فهو حديد عليه الكلام وتفرد في الحديد. ده نفس ايه المثال اللي فات ده، توضيح المسافات اللي هو خدها. هنيجي بقى على النموذج التاني بتراي النموذج اوف ريزيستنس اللي هو بيموس كانتريبر. يبقى معانا النموذج التلاجري مش دبليو سكوير 24 طبعا، ناتج عن طريقة الاحمال، ويبقى معانا المونت بوستيف. فهنبتدي دلوقتي نفرغ الحديد. طيب انا هنا لو جينا مش عايزين نحسب ال دي بالقانون الطويل اللي بتاعنا الفا وبيتا ايتا اف ال ده الجمر اس على 4 اف بي التيمت في الفاي، هنقول ان ال دي عندي قلنا بتساوي ايتا في رقم في القطر. طيب الرقم ده قلنا احنا هنجيبه نتيجة الحديد ونتيجة الاتجاه ده الخرسانة اللي شغال بيه، رتبة الخرسانة زي مثلا شغالين برتبة الخرسانة 52 وحديد 35 أو 40، فبالتالي لو الحديد ده شايل شد فهدخل عند المنطقة وأجيب الرقم اللي أنا هضرب فيه في القطر في الإيتا عشان أحسب الـ دي. طب هنا الـ 60 دي نتيجة إن الخرسانة بتستخدم 20، لو كنت بتستخدم 25 هتلاقي الرقم ده بقى 55. الجدل اللي احنا شرحناه في اول الفصل. فبالتالي مثلا فرضا ان احنا هنا هنشتغل ان الخرسانه كانت عندنا 200 او 20 ضد الخرسانه، فعندي هنا الحديد قلنا الصفر يبقى في واحد الايتا بتاعته في واحد، يبقى ال دي بتاعي المفروض يبقى واحد في 60 في القطر. ولو حديد اقول انا هحسب له ال دي بتاعتي، يبقى الايتا بتاعتي تساوي 1.3، يبقى عندي 1.3 في 60 في الارض. قلنا 60 ده رقم بينتج او رقم نتيجه الحديد رده الحديد اجهاد الحديد ممكن تستخدمه ورده الخرسانه زي ما شرحت اول السكشن. طب هتيجي مثلا هنا الحديد المونت البوستيف اتقسم لثلاث بلوكات، هو كان 6 في 22 اقسم من 22 من 22 من 22 من 22، يبقى انا اقسم البرابله بتاعتي بالفرنش كيرف زي ما اتفقنا في الاول، وهاجي هقسم هوقع نقطه المونت ريزيستنس وقلنا ازاي بنحسبه برضه، هقسمها الخط بتاع المونت ريزيستنس ثلاث مسافات متساويه نتيجه ان انا هقسمه اثنين اهي. فابتدي اخد الخطوط الفوقيه بتاعت القاطع مع البلوكات مع نهايه المومنت، ابتدي ارسم البلوكات بتاعتي بالشكل وكذلك برضه الحديد المومنت النيجاتيف. طيب انا عندي هنا مثلا كانت 7 في 19 بغض النظر طبعا الأقطار اللي احنا بنستخدمها، يعني مثلا ممكن مثلا 19 ده حاليا موجود في مصر أصلا، بس احنا واخدينه كمثال لتوضيح طريقة التقطيع، مثلا إيه مش شرط يبقى مركز مع القطر الأساسي، احنا واخدينه كمثال لتوضيح طريقة التقطيع مش شرط. طيب هاجي هنا الحديد النيجاتيف بتقسم برضه ثلاث بلوكات نتيجة إن أنا هقسمهم ثلاثة اتنين اتنين. برضو التلاتة هنا لو جيت بصيت هتلاقي أكبر من التلتة هو اللي هيعدي هياخد الجزء الأكبر من هنا. طيب هنيجي هنا مثلا نحدد البوست، هنيجي نشوف أول بلوك اللي هو أبعد الديتا ده هنقيس المسافة من أعلى نقطة إلى زون اللي هتبقى عبارة عن ال دي 3.10 أو من نهاية البلوك المسافة دي، وهيجي أهو موقع نقطة بنفس الخط اللي ورسمه ده، يبقى ده نهاية الحديد اللي 2 في 22 اللي هو البلوك الأخير. هنيجي على البلوك التاني عايزين نقيس المسافة بتاعته، برضه هنعتبر بنعيد ونكرر الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده، هو بس التذكرة مش هنقل. احنا هنيجي نقيس المسافة من بداية البلوك، وقلنا ده بداية البلوك عشان ده أقصى مومنت شاري البلوك، ده المومنت هو اللي شاري البلوك، ده أقصى مومنت فيه وده أقل مومنت فيه. قلنا بداية البلوك دايما عند أكتر مومنت ونهاية البلوك عند أقل مومنت هو شايف، وقلنا المسافة دي إما بنقول إن دي زي 3.10 دي لو أنا مش عامل إزاحة المومنت من بداية البلوك، أو دي ده أنا مش عامل إزاحة المومنت، أو لو أنا عامل إزاحة المومنت أقول 7.10 دي الأبعد من الاثنين هو ده اللي أنا بوقف عنده التكييف بتاعي. طبعا البلوك الأخير اللي هو قريب من الديتم اللي هو البلوك ده قلنا ده هيعدي من السبورت للسبورت، حتى لو
ال دي بتاعته او ال دي يعني حتى لو المسافة جينا قسنا من هنا ال دي زائد 3 من 10، لو جينا قسنا من هنا ال دي زائد 3 من 10 ال دي، او خدنا من هنا ال دي وما جابتنيش ليه السبورت، لازم يعدي السنتر لاين بتاع العمود على الاقل قلنا 15 سنتي، حتى لو ما جابش الارقام اللي احنا يعني حتى لو جينا حسبنا من بدايه البلوك ال دي زائد 3 من 10 دي او من نهايه البلوك دي وما جاش عند السبورت، لازم انا هكمله بعد السبورت ب 15 سنتي. ومن الناحيه الثانيه هتعمل له الريك العادي اللي احنا بنعمله ده بالنسبه للحديد اللي هو البوست. طب نيجي على الحديد النيجاتيف، هنيجي برضه بنفس الفكر ان انا عندي هنا يبقى في عندي كانتليفر. طيب الكانتليفر زي ما اتفقنا ان هيبقى مشوكة، لو كانت ليفر يبقى هنعمل مشوكة او نعمل بنفس الطريقة دي، يبقى بالطريقة دي يا اما نعمل مشوكة. طب يعني البلوك اللي هو هيكمل اللي هو 3 باي 19 هبتدي اللي هو هيبتدي هياخد اللي هو اكبر بلوك قريب من الداتا، هو ده اللي هعمل بيه الشوكة بتاعتي. طيب زي ما قلنا هتيجي توقف ده البلوك ده الكبير، يا اما هتاخد مسافة دي من نهاية البلوك او من بداية البلوك مسافة ال دي زائد 3 من 10 دي، وده هيقف عندي. طبعا هناك في الامريكا كنا قلنا هناخد 1.5 دي 1.5 ال كانتليفر، هنا طبعا ده نتيجه البلوكات بتاع العزوم نفسها. طبعا زي ما قلت لك لو قلت لك مثلا المومنت غلط التقاس ليه او التقطيع بتاعك كله هيبقى غلط، مش وقت الكمات المظبوطه بتاعك. ده كامل معايا الرجل بتاعتي دي اللي هي الشوكه اللي قلنا المسافه دي كده تساوي ال دي. طيب البلوكات اللي بعد كده انت هتقطعها ومش شرط تعملها شوك عشان خلاص انت الشوكه ده بس عشان تقلل معايا الريفليكشن. وهنا ده اريا ستيل ستيرب، انت هنا اصلا مش محتاج حديد في البوست، فانت بتكمل له الاستيرب اللي هو الاستيرب هانجر اللي هي 10 20 اريا ستيل الرئيسيه اللي عندك. قلنا بس البلوك الثاني ده بالنسبه لك ده بدايه البلوك وده نهايه البلوك، يا اما هيقيس من بدايه البلوك لحد نهايه سيف المهارات اللي دي 13 دي او من نهايه البلوك المسافه دي، ده بالنسبه لك ده بدايه البلوك وده نهايه البلوك اللي انت هتاخد من عندك المسافه بتاعتك. طب الشوكه هنا ممكن نرسمها ازاي؟ ده ممكن ترسم نفس الكيو ده كده ويكمل هو هو لحد ما يعدي السنتر لاين بتاع ده بيتعمل وده بيتعمل وده افضل. ليش؟ شوف واحد بيقلل معاك الديتكشن تبقى افضل كان هي حته واحده لو معاني اللي طب المسافه من هنا لهنا زي ما اتفقنا ان هي ما تقلش عن 25 سنتي او 12 قطر، ولو زادت عن كده مفيش فيها اي مشاكل خالص. ده الحديد النيجاتيف اللي هو الحديد الدبليو اس 24، لو انت مش هترسمه هتاخده 2 من 10 ال ال دي، وان يكون المسافه من هنا لحد نهايه الجنش ما تقلش عن ال دي. هتلاقي هنا نفس المثال بس بالشوكة اللي انا بقول لك عليها، اللي انت ممكن تعمل ده كده هي بتتعمل شوكة كاملة بدون ان انا اقسمها لحد هنا وابتدي اقسم حديد استلام عاملة في المنطقة. نفس المثال بنفس كل حاجة بس بعد توضيح ان انت الشوكة ممكن تتعمل بالطريقة. طب لو جينا خدنا من الكود بقى الاشتراطات الكود المصري بتاعنا الاشتراطات اللي هو ايه بيقول عليه، طبعا اللي هنقوله ده دلوقتي هو ده كله اتشرح اثناء السكشن. هنقول ان مثلا هنا بيكون بيقول لنا لاند 4 2 5 3 توقف الاستيلاء في السلاح العنصر المعرضه للتدمير. هتلاقي هنا بيقول لك اما ال دي زائد 3 من 10 دي مثلا القطاع الحرج اللي ده عنده اصلا جهاز زي ما اتفقنا ان هو اقصى عزم عندك، لو انت عندك ولا خمر زي كده وانت قسمت البلوكات وجيت هنا ده بالنسبة لك أقصى عدد بالنسبة للبلوك، يبقى هتقيس إما 3 من 10 دي زائد ال دي مقاسم من أقصى الجهادات موجودة عندك، أو المنطقة اللي هي الأقل هتاخد 3 من 10 دي أو 10 قطر أو المسافة دي أيهم أكبر من نهاية البلوك. ده شكل التسليح اللي موجود واللي إحنا شرحناه كله في الكود المصري اللي هو بيعمل الساحة المهم قلنا إيه نتيجتها اللي هي 3 من 10 دي، وباين لك فين بداية البلوك وفين نهاية البلوك والمسافة اللي هو بيستخدمها. يعني مثلا عندك هنا لو جه مثلا هو على بلوك زي ده هيقول لك إن هنا ده بالنسبة لك بداية البلوك، فهيبتدي ياخد
مسافة ال دي زائد 3 من 10، ده طبعا هو هنا واخدها 3 من 10، فمش هياخد 3 من 10 مع مرة كمان، فأقول لك المسافة من هنا لهنا اسمها ال دي، أو من نهاية البلوك المسافة اللي هو قايل عليها دي اللي هي 7 من 10 دي، طبعا عشان هو واخد 3 من 10 خلاص هيبقى قيسها من هنا ايه 7 من 10 دي أو 10 قطر أو ال على 20 اللي قلناه كله هو ايه ده الكود بيوضح. ده بالنسبة للعد بالظبط نفس الفكرة برضو، البلوكات بتاعتنا ده تلاقي عندك ده كده بلوك وده كده بلوك تاني، تلاقي هنا بيقول لك إن البلوك بتاعك ده بدايته وده نهايته، فهنا هتلاقي واخد من بدايته ال دي زائد 3 من 10 دي، قلنا ده أبعد بلوك هو دايما بيتاخد مع 3 من 10 دي، متبقاش معمول حسابات مساحة، وبعد كده أو من نهاية البلوك هتيجي تشوف هنا خدها من نهاية النوت بعد ما أقول للتليفون، فهتلاقي واخدها 7 من 10 دي أو 10 قطر أو ال 20 اللي قلنا بناخدها 7 من 10 دي، بتبقى غالبا بتبقى أكبر، أو لو أنت هتاخدها من المنطقة دي هتاخدها بدي. هنا هنتكلم عن أماكن توقف التسليح، التسليح هيزيد المجرد اللي إحنا بنترجم بس الكلام اللي إحنا قلناه في السكشن، هنا بيتكلم يقول لك إن يجب التسليح المقام لهذه المجرد على الأقل من سنتر سنتر، وما يقلش طبعا ان السي بتاعك يعدي زي ما قلنا ان انت عندك زي كده بالنسبه كده كده في السنتر، ان لازم لو انت عندك كاميرا كونتينوس ان الحديد بتاعك لازم يعدي السنتر لاين بتاع العمود 15 سنتي على الاقل، وان السد الاسياخ يعدي من السنتر من السبورت تو سبورت. هنا بالنسبه للعزوم السالبه نفس الفكره برضه، ان السد الاسياخ بالنسبه لوك الاقرب للديتم لازم يعدي طبعا مسافه ال دي من نهاية البلوك، وبالنسبة للقمر بالارتكاز اللي هي الأخيرة دي بيتكلم إن المسافة لازم تكون ال دي من وش العمود الداخلي كده آخر السيخ تكون مسافة ال دي، يعني يكون واضح بالرسم ده اللي هو بيشرحه بالظبط، ولكن المسافة من هنا بالنسبة للقمر بالارتكاز لازم يكون طول ده كله هو طول ال دي ميقلش عن كده. ممكن ده هيجي يشوف هنا يعدي لازم من 15 سم يطلع عمودته بركب كده او برجل زي الامبريكا ما فيش فيها اي مشاكل خالص، المهم انه ما يقلش عن 15 سم. هنتكلم دلوقتي يا شباب على كارتمنت يوزنج امبريكا ميثود اللي هو التقطيع باستخدام الطريقه الامبريكا تقطيع الحديد. طب هنا الطريقه دي بتعتمد على ان انا بيبقى في كوره مسافه من الكود انا بوقف عندها الحديد سواء حديد علوي او حديد سفلي. انا ليه اصلا بعمل كارت المنت؟ ليه بقطع الحديد؟ عشان عندي لو عندي كاميرا سيمبل زي دي مثلا المومنت الماكسيمم في نص الكاميرا اللي هو دبليو اس كيو على 8. طب لو انا جيت حطيت الستيل فالمومنت ده هو اللي انا بعمله الايه الديزاين وجيت عن طريق الاريا سي، يبقى الاريا سي انا جايبها نتيجه المومنت ده اللي هو سيكشن 1. طب سيكشن 2 انا عندي نفس المومنت، هل عنده نفس المومنت اللي هو موجود في سيكشن 1؟ لا طبعا المومنت. طيب لو انا جيت عملت الحديد وخدته من الاول لاخر الحديد كله عدى كده من اول السبورت للسبورت، فبالتالي المنطقه دي واخده حديد اقل اكبر من العزوم اللي موجود، فانا هنا جت فكره التقطيع ان انت بتوقف اللي هو الشكل اللي قدامنا اللي هو سيكشن واحد مثلا زي انت كنت محتاج 6 في 12 او 6 في 16، فالمنطقه دي بقى عندها 6 في 16 وهنا بقى عندها 3، وده اللي هو الكير، وانت كده عملت ايه تقطيع الحديد. هتيجي هنا بقى اول حاجه السيمبل بيم، السيمبل بيم دي كده صور يا شباب من الكود المصري اللي هو كود التفصيل الانشائيه، ده عندك السيمبل بيم بطريقه الامبيدد، فانت بيبقى مديك التفريده بتاع حديد، يبقى انت بترسم الكاميرا كاليبريشن تاخد منها قطاع اللي هو سين سين اللي هو القطاع ده بيبقى موضح لك في اللي هو الحديد الرئيسي اللي هو السفلي والحديد العلوي والكنائي. طيب هنا بقى ده اسمه تفريد الحديد، ده بفرد الحديد اللي جوه الاليفيجن بتاع الكاميرا ده. المسافات دي هي دي المسافات الثابتة اللي انت بتسيبها علشان تبتدي تقطع بناء عليها. طب هتيجي عند مثلا حديد السفلي، الحديد السفلي ده هو هنا لو هو هيقسمه مجموعتين بس يبقى لازم على الأقل تلت الأسياخ المفروض موجودة في القطاع تعدي من السبورت للسبورت، تلت يعني ما تقلش عن التلت، يزيد ماشي ممكن تقسمه من 50-50 والنص والنص، لما التلت والتلتين عايز تستخدم التلتين تحت فوق ايا كان بس ما يقلش عن التلت هو اللي عدي من السبورت للسبورت، ده اللي هو ايه الحديد ده. طب التلتين التانيين
هيقفوا بقى فين؟ هيقفوا من وش العمود الداخلي لحد مسافة بي. المسافة بي دي عبارة عن 1/10 ال هنا اللي هو ال كليف، اللي هو المسافة من ايه؟ وش العمود لوش العمود، من الناحيتين، من هنا ومن هنا، اللي هي المسافة دي والمسافة دي، اللي هي المسافة دي. طيب الحديد العلوي، طيب احنا عارفين ان الحديد العلوي هنا بخط دبليو سكوير على 24، ممكن برضه هنا عشان احنا الطريقة الامبريكا، فاداك مسافة ايه؟ المسافة ايه دي عبارة عن 15/100 ال، هضرب 15/100 في الطول ده، فيديني الطول اللي انا المفروض هيغطيه المونت اللي هو الدبليو ال سكوير على 24. طيب المسافة دي بقى بتوصل قد ايه؟ اللي هي المنطقة دي بتوصل المسافة ال دي، وال دي ده اللي هو الديفيربد لينث، وده هنتكلم فيه بالتفصيل في السلايدات اللي جاية. يبقى انا كده عندي الحديد السفلي اللي هو الحديد الرئيسي اللي عندي اتقسم لمجموعتين، تلت اكبر من او بيساوي التلت سبورت للسبورت، الباقي هيقف على بعد 1/10 ال من وش العمود الداخلي يمين وشمال. الحديد العلوي قلنا هنا اللي هو الدبليو ال سكوير على 24، انا هشيله هو ده، انا همشي من وش العمود 15/100 ال ال، ومن الناحية التانية برضه 15/100 ال. وبعد كده الحديد ده اللي في المتصل ده اللي هو ملوش أي عزوم خالص، فاللي هو بس هو فايدته إن هو يعلق الكنات عليه، فيبتدي إيه يتحط في المنطقة دي. طيب مسافة الركوب بين السيخ ده والسيخ ده اللي هي المسافة إيه اللي هو قايل لك أنا 25 سنتي أو 12 القطر، يعني مثلا لو أنا القطر ده 12 يبقى أنا هضرب 12 في 12 أو 25 سنتي. طبعا كبير بالنسبة لي 25 سنتي، فيبقى دي المسافة بين السيخ ده والسيخ ده. ده هنا كده شباب جدول تسليح الكاميرات. اي كاميرات عندك موجودة في البلان اللي قدامك انت بتبقى مديها ليبل، كل كاميرا ليها ليبل معين، فبالتالي مسمون بي واحد بي اتنين بي تلاتة، اللي هي البيم تايب، اللي هي البيم تايب بالنسبة لي بي واحد بي اتنين بي تلاتة. طيب عندك انت بيبقى عبارة عن ايه الجدول ده؟ بيبقى عبارة عن بوصف فيه التسليح السفلي التسليح العلوي والكنات، ما عنديش اي حاجه تانية. شرينك جبار ما بتفكرش ان ممكن اكتبه في الريمارك. طب التسليح السفلي بيبقى عباره عن ايه؟ عندي مسميه لونج وشورت. لونج ده اللي هو حديد اللي بيكمل من سبورت تو سبورت، والشورت الحديد اللي بيحصل له كارت المال. وهنا مديهم ليبلز الف و ب، هم هتلاقيهم موجودين هنا نفس الايه الليبلز. التوب بيبقى عندك رايت وميدل وليفت، ادي الحديد الرايت يمينك وده شمالك اللي هو الليفت وده الميدل. باجي اسقط انا وليكن عندي كاميرا اسمها بي واحد، هي الكاميرا اللي قدامي، وكان عندك هنا ده 2 × 12 وده 2 × 16، والحديد العلوي هنا كله 2 × 12، وعايز افرده بين في الجدول. يبقى انا هاجي اقول ان بي واحد عباره عن اللونج عندي كان 2 × 12 هو اللي بيكمل سبورت سبورت، وبعد كده عندي البوتوم برضو كان عندي اللي هو ب اللي هو كان 2 × 16 ده احسن كارت المنت. بعد كده هاجي على التوب هقول يميني كان فيه 2 × 12 وفي النص كان فيه 2 × 12 وعلى الشمال كان فيه 2 × 12. الاستيراب قلنا بيقسمها برضو 3 رايت وميدل وليفت، عشان زي ما احنا عارفين ان الماكسيمم شير بيبقى عند السبورت، فلما بيبقى عند السبورت بيبقى في النص غالبا بيبقى الشير عندي زيرو شير، فبالتالي بياخد المينيمم، وهو عند السبورتات بياخد القيمة اللي انا بطلعها من السبورت. وقلنا الريمارك دي لو انت عندك مثلا قطاع سلكه او التي بتاعته اكبر من 70 او بيساوي 70، فبتبتدي تكتب هنا ان نستخدم 2 × 30 كل 2 × 10 كل 30 سم. هتيجي هنا في البيم والسكنتري نفس الفكرة برضه، انت هنا بترسم الكاميرا تاخد فيها قطاع توضح حديد التسليح بتاعك وتبتدي تفرد له الحديد بقى. طب التفريد هنا عندك برضو السفلي هو ما اختلفش، بس غير ان انت عندك هنا هي نفس الرجل اللي كانت موجودة في السمبل بيم، او بتعدي اليدوب السنتر ده سنتر لاين بتاع العمود ب 15 سم. طيب الناحية التانية بقى اللي هو الحديد احنا قلنا بيكمل سبورت للسبورت، اللي هو ده هنا ده بالنسبة للسبورت ده سبورت، هو كمل سبورت للسبورت. لو جينا خدنا الخط ده وود بيشترط علينا ان لازم السيخ ده يعدي السنتر لاين بتاع العمود مينيمم 15 سنتي. الناحية التانية بتعمل له رجل، ده بالنسبة للسفل. طيب بالنسبة للسفل اللي هو الشورت، أنا جيت قطعت الحديد من وش العمود من هنا بدايته من هنا، هي نفس اللي احنا قلناها في السمبل بي 1/10.
هتختلف بس ان هي هنا ده بالنسبة لي ده حاجة داخلية باقة داخلية، فبقت من هنا بوينت 15 يعني بوينت 125 اذن. ده بالنسبة لي اللي هي ايه وبي، ادي ايه اللي هي 1 من 10، والبي بالنسبة لي انا اللي هي ايه بوينت 125 اذن. هتيجي التحديد العلوي، التحديد العلوي ان المسافة من هنا مش العمود الداخلي لحد الرجل دي عبارة عن دي اسمها ان دي، قلنا دي فيرف لينث هندخل فيها هنشرحها بالتفصيل لما نيجي نشرح الكارتمنت فيوزنج و انترفيزنج. هنيجي بقى للشوكة هنا، الكانتريفر ده تسليحه بقى عبارة عن شوكة. الشوكة هنا بتصبح يعني بيركب بالنسبة لك اللي هي المسافة دي اللي هو هنا الكود قال لك عليها 1 ال n2 اللي هي ال كانتريفر بالنسبة لي، وفي الشائع يعني نستخدمها مرة ونص الكانتريفر. تقول لي بقى جوه ده بيبقى مرة ونص كانتريفر. هنا الشوكة دي بقى أو الرجل اللي بتتعمل في الشوكة دي بقى برضه طولها أكبر من أو يساوي ال دي اللي هي الديفيربد لين، وبتكمل التسليح السفلي ده عشان أقفل بيه كلام. أو ممكن بتتعمل إن هي تتاخد الشوكة كده على طول وبتنزل هي بتكمل تعدي السنتر لاين ب 15 سم. ده موجود وده موجود وده بيتعمل كده. جدول التسليح هنا برضو بتاخد الكاميرا لوحدها والكانتيليفر لوحده. يعني الكاميرا قلنا نفس التقسيم بتاعت الجداول كلها واحدة، البوتوم والتوب والستيرب. البوتوم قلنا نلاقيه لونج وشورت، التوب رايت وميدل وليفت، وكانت هكذا. هنلاقي برضو إن أنا عندي هنا نفس الحديد السفلي كان في الكاميرا اللي فاتت. التوب مفيش فيه أي مشاكل غير إن أنت هتلاقي عندك إن الكاميرا كانت بالشكل ده، فتلاقي الحديد ده بالنسبة لك اللي هو الرايت اللي كان موجود اللي كانت تشوفها معمولة كده. فتلاقي الحديد اللي كان موجود ده هو الليفت، وكمل الاتنين تقاطعوا مع بعض كده، بقى الحديد في النص هو هو الحديد الليفت بتاعك. طيب الرايت هو اللي كان موجود ومكمل معايا شوك. هتيجي هتلاقي الاستيرب زمان. هتيجي بقى منطقة الكانتليفر دي تاخد ليبل تاني خالص معين اسمه الكانتليفر اللي هو سي. هتلاقي التسليح بتاعه سفلي اللي هو كان موجود جيم اللي هو لما قلنا التسليح بتاعه نعمله كده نكمل بيه كده، ده اللي هو التسليح بتاعه اللي هو كان موجود اللي هو مكمل ما كانش فيه تقطيع. هتلاقي التوب بتاعه كلهم واحد علشان مفيش لا ميدل ولا رايت ولا ليفت، هو تسليح واحد بس. الكنات برضه هتلاقيها ثابتة عليه على طول القطاع بتاعه. البيم مزمور الدان نفس الفكرة برضو، انا بس كل ما اخد بالي منه اللي هي القيم اللي الكود بيفرضها عليا ان انا اسيبها لما اجي اقطع الحديد. هتلاقي برضو ان انت عندك سيخ لازم يعدي من السبورت للسبورت تلت او اكبر زي ما قدامنا كده، والتلتين بيحصل لهم كارتينال. دايما هتلاقي ان المسافة اول باكية خارجية هي بتساوي 1 من 10 ال. هنلاقي هنا المسافة ايه لو جينا بصينا على دي هنلاقي 1 من 10. تختلف في الداخل، الداخل هتلاقي الداخل ده بالنسبة لك دي كانت مسافة في واحد وفي اتنين، هتلاقيهم واحد الاتنين حاجة واحدة علشان الاتنين باكية داخلية. هتلاقي برضو دي تحت بنسميها اف اتنين، هي باكية داخلية ادي اف واحد واف اتنين هي بوينت 125 ال. الاتنين نفس ايه اوكي. هتيجي بقى على ايه الحديد فوق لما تحصل له كورتينيت. قلنا الحديد النيجاتيف هنا كان عند الكاميرا الحديد المومنت موجود عليها كان بالشكل ده، فهاجي هنا استخدم حديد. فانا لو استخدم اقطع الحديد على مرتين فبتلاقي ان الحديد بتاعك في حديد بالشكل ده حديد بالشكل ده. هتلاقي المسافة من هنا لحد هنا هو قايل لك عليها دي المسافة بي، فبي هنا واخدها بوينت 33 الكبيرة من الاتنين. يعني تقول انت هتختار ال واحد ولا ال اتنين، لا الأكبر في الاتنين بضربه بوينت 33 واخد دي المسافة يمين ومسافة نفس المسافة شمال، يبقى أنا كده جبت طول السيخ اللي المفروض يتحط في منطقة النيجاتيف مومنت تاني. هتيجي على السيخ اللي حصل له كوارترمنت اللي هو التاني ده، هتلاقيه ضربه في 2 من 10 اللي هو السي والجي، هتلاقيهم هما الاتنين واحد اللي هي 2 من 10 و2 من 10 في برضه في الطول الكبير من الاتنين.
تيجي على مسافة التداخل بين السير ده والسير ده، هنلاقي هنا قوس بفرض علينا ب25 سنتي أو 12 قطر، أيهما أكبر؟ فده اللي هختاره وأتعمل الجدول. التسليح زي ما قلنا هو ثابت، اللي هي الرؤوس الأعمدة كلها ثابتة، وبتقسمها ليبلز بـ1 بـ2 بـ3. تبتدي تشتغل تقول إن أنا والله عندي بـ1 اللونج بتاعي كان هنا مثلا ألف، الشورت كان ب. هتيجي على التوب بتاعك هتشوف الرايت كان بالنسبة لك هنا، هتلاقي اللي هو الحديد اللي هو لام وزال هنا، وهتلاقي في النص بتاع الجيم، والليفت برضو بتاعه هو نفس التسليح كده، والكنات بتاعتك زي ما هتكون موجودة. هتلاقي مثلا الكاميرا بـ2، هنا هتلاقي اللي هو كان الرايت للكاميرا بـ1، هتلاقيه هو الليفت بتاع الكاميرا بـ2، وكذلك الكاميرا بـ3، الرايت بتاعها هو الليفت الكاميرا نموذج سوري الكاميرا بـ2، الرايت بتاعها هو الليفت بالنسبة للنموذج بـ3. ملخص بقى، احنا اتكلمنا ايه في السكشن النهارده؟ اتكلمنا في طريقة تسليح القطاع نفسه وبيتكون من ايه، زي ما قلنا حديد رئيسي وحديد ثانوي، دول الستيل هانجر، حديد الشرينكج، حديد الكنات، وده كده كله هناك في السكشن، بس بنرجع عليه كده سريعا. ايه الشروط مثلا ان المسافة بين السيخ والسيخ ما تقلش عن قطر سيخ معين، قطر السيخ المستخدم أو أكبر قطر الركام المستخدم ده 5 مللي، أو يكون أكبر عدد لرد أكبر عدد من الصفوف لرد الأسلحة يكون 3، ما تزيدش عن كده. قلنا أقل عدد الأسلحة في الصف الواحد هو 2، ونلتزم أو نلجأ للتماثل في رصد الحديد، يعني مثلا لو عندي 4 أسلحة يترصدوا بالشكل ده، يترصدوا بالشكل ده، ما ينفعش يبقى سيخ واحد في الصف الواحد، أو يترصدوا إن هو أحطهم 2 و2، لو قطعة عندك مثلا كانت 12 سنتي، لو هما 5 أسلحة مثلا ما ينفعش يترصدوا بالشكل ده، الشكل ده غلط، عشان لما تيجي تصب مفيش خرسانة تعدي من المنطقة دي وهيعشش، فممكن يترصدوا 3 و2 بالشكل ده. لو هما 7 أسلحة ممكن ترصدهم مثلا، لو جيت ترصد 4 و3 فـ3 عشان تحافظ على السيمترية، فيجي في نص الأسلحة. طبعا نفس الفكرة، أنا مش هينفع أرسلهم في المنطقة دي، فبالتالي غلط، ممكن أرسلهم 5 و2. المهم في الآخر أيا كان عدد السيخ اللي عندك أنت تلتزم وتخلي فيه سيمترية في القطاع، وبرده إن إحنا ميبقاش عندي سيخين كده تحت وأجي أحط بينهم سيخ فوق، لأ ده غلط، ده غير محبوب. هتيجي مثلا شروط العمل للتقطيع، إحنا قلنا إن على الأقل لازم 6 أسلحة أو أكبر يعدي من سبورت للسبورت، لأن ما ينفعش أقطع سيخ لوحده، يعني مثلا عندي كاميرا فيها 3 أسلحة، لا هيعدوا هما من الأول للآخر، ما ينفعش أخليهم 2 و1، لا يجوز العمل التقطيع ده، مش توفير يعني ومالوش أي 30 لازمة. قلنا إن التقطيع للأسلحة ما ينفعش زي ما احنا بنتكلم دلوقتي إن هو يقل عن 3 أسلحة. طول الرباط اللازم طبعا احنا قلنا بالبيت ام ال دي زاد 3 من 10 من نهاية البلوك، او 3 من 10 دي زاد من نهاية البلوك، او 10 قطر، او اللي على 20 ايهما اكبر. ده كده البلوكات التحديد فين بداية ونهاية كل بلوك، ده ما شرحنا. ده كان ملخص اللي احنا قلناه في السكشن. هنيجي مثلا قلنا الامبريكال سيمبل والبيوم كنتريفر والنورفان، فهتلاقي عندك المسافات اللي انت عندك، قلنا بس عندك كاميرا بستة كذا، 7 من 10 تلت بالنسبة للحديد بستة، وفوق هتلاقيه اللي هو البوت 15 الإل بالنسبة للبوت بتاعنا، والمسافة التراكم بين الحديد والحديد اللي هو اللابس بلايت 25 سنتي أو 12 كتر. لو هي بيمو كنتريفر قلنا هتلاقي الخارجي دايما اللي هو عند السبورت الخارجي هتلاقيه 1 من 10 إل، إلا في ليفر بوت 125 الإل. المسافة من هنا قلنا هي هتبقى اللي دي اللي هو ديفلوبمنت، هتلاقي عندك ده في شوكة أو هتعمل بالطرفين، قلنا ده بيتعمل بالطرفين، يا إما بتعمل بشوكة أو بتكمل المسافة من هنا لهنا اللي دي، وبتكمل بعد كده بستيرا فانجر اللي هو عدت عليه الكنات، أو بتاخدها كلها على بعضها شوكة. والمسافة دي قلنا اللي هي مش نعمل لحد نهاية البركة، يا إما تقول يا إما بواحد ما تقلش عن واحد اللي كان تريفر، فالدارج والشائع احنا بنسموه اللي كان تريفر. وكذلك برضه بالنسبة للبيم والمولد فان نفس الفكرة برضه، إن أنت عندك هتلاقي التوب دي قلنا تبان نوع السبورت الخارجي 1 من 10 ال اللي هو مستخدم عندها الحديد بتاعك،
والداخلة فيهم كلهم واحد يا بوينت 125 اللي على الثاني، وفوق اللي هو حديد المراكب طبعا بيبقى عندك اللي هو الطول أكبر بكتير مكمل، يبقى بوينت 33 ال طبعا ده ولا ده اللي هو ال 1 ولا ال 2 أيهما أكبر، يعني بتاخد ال الكبيرة يكون بتضرب بوينت 33 و5 يمين و7 شمال من وش العمود، والسيخ اللي بعد اللي هو مش مكمل ده بيبقى بوينت 2 من 10 ال برضه أيهما أكبر إن شاء الله. فأتمنى أكون فدتكم، ولو في أي حد منكم عنده استفسار يا ريت تتواصل معانا على جروب الدكتور أحمد عمرو على الواتس، وشكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.